اكثر منهجيه واكثر تنظيم، لاننا بنرى ثوره في المواقع الوطني ككل، انه هذه الثوره العظيمه لم تنجح حتى الان في خلق العقل الجمعي الذي يرتبط به الرؤيه ويرتبط به المنظومه الوطنيه التي يمكن ان يبنى عليها. هناك جهد فكري من تحديات يوميه ويعني البحث حول كل يوم مهام، ولن تقف هذه يعني الجهد الذي يحدث في الارض شمسيا لا يعني ان تتوقف كل ادوات فعل ثقافي عن استشراف عقل الامه في محاوله للوصول لوثيقه هذه الثوره، ولوثيقه مكتمله من مضمونها الاساسي هو التفاعل مع الحاله الثقافيه بكل ما فيها من ثغرات وبكل ما فيها من يعني تخريب حدث في عقود يعني متلاحقه، وان نصل من خلال هذا لوضع يعني فكره المنظومه الثقافيه التي يمكن ان يبنى عليها. وانا بحيي طبعا دعوه حضرتك للمؤتمر الثقافي الواسع، واتمنى ان المبادره تحقق هذا في القريب العاجل، وان يعني نجد يعني وسيله سريعه لاقامته، كما اني ايضا اؤكد انه ليس الامر الدفاع عن الافراد ولا الاشخاص، لكن من حق اي من كان حين يعطي لهذا البلد ان يجد من يدافع عنه في وقت استهدافه، وهذا ايضا جزء لا يتجزا من دفاعنا عن المكون الانساني للثقافه الوطنيه، لان الثقافه الوطنيه مضمون وايضا عقول ورموز رفعت هامتها وعلت بها، واحنا كنا دائما نذكر الاجيال السابقه، فلا اقل من ان يكون هناك ايضا احترام للاجيال الحاليه وللاجيال التي تحاول ان تعطي في ظروف صعبه، وان يكون لدينا شجاعه ان نواجه اي عدوان على اي من هذه الرموز.